آمنت بقدرتها على كسر جدران الموصدة والعبور في دنيا الأبحاث الجينية إلى شواطئ أكثر أماناً وإلى علم أكثر انفتاحاً وفي عالم طبي لا يستسلم. أنثى رائدة باحثة وطبيبة برهنت أن المرأة قادرة أن تبدع أيضاً في حقل ما عاد للرجال فقط. التشوهات الخلقية والعيوب عند حديثي البلادة أدمت قلبها، فسرحت تبحث بلا تردد عن الموريثات المسؤولة فكان ما كان. حديث آخر مع طبيبة الأطفال الباحثة في علم الجينات الدكتورة لحاظ الغزالي. أصدقاء المشاهدين، مساء الخير لحاظ الغزالي. مساء الخير. مساء الخير. بيسعدني أني حورك، أني أتعرف عليك، أني أكتشفك، وأسمح للمشاهدين بالتالي أن يتعرفوا إلى امرأة مختلفة. أنا حاسس الارتباك عندك أنت، وحاسس الخجل، لكن بأكد لك أنه الحوار رح يكون حوار ناجح جدا من قيمة وقياس بيختلفوا طبعا عن المستويات العادية من الحوارات. بديك ترتاحي معي، ورح نحاول سوا ندخل إلى كواليس حياتك المتعددة ونكتشف هذه الامرأة يلي موجودة أمامي. ليس سهلا أن يبحث الإنسان عن السببية في كل شيء، لكنك تفعلين. ألا يتعبك هذا؟ في الحقيقة الدافع أنه يعني أبحث عن الأسباب لهاي الأمراض الوراثية اللي تسوي التشوهات الخلقية هي لمساعدة الأهل. فالتعب يعني يكون طبعا متعبة، هي تأخذ وقت طويل، بس النتيجة لما نشوف النتيجة، لما تنطي النتيجة للأهل وتساعدهم، الشعور يكون شعور كلش يعني غير، ما أقدر أوصف لك إياه، فيغطي على التعب. هذا من الناحية الشخصية، لكن هذا التعب المضني ألا أيضا يرهق من هم حولك؟ طبعا حولي العائلة، الزوج والأولاد، دائما المرأة يعني فيها في صراع دائم بين العمل وبين العائلة، والموازنة بين الاثنين صعبة جدا. لكنك عدلتي. عدلت maybe I did، بس ربما. بس المشكلة أنه المرأة دائما تحس بالذنب، يعني باتجاه التقصير باتجاه العائلة وباتجاه الشغل. وأنا أصور هذا الشيء موجود بكل العالم، أنا مريت به في إنجلترا ومريت به في الإمارات، في كل المجال العمل بالنسبة للمرأة هاي الشيء اللي دائما يوقف في طريقها. كان أقصى ما تطمح إليه المرأة منذ 3 أو 4 أو 5 عقود أن تصبح ربما مدرسة، وإذا مالت إلى الطب كانت تفكر 100 مرة قبل أن تقتحم غمار هذا العالم، وإذا قررت أن تفعل كانت تختار في الطب ما يجعلها توازن بين عائلتها وبين المهنة مثل طب الأسنان أو يمكن طب العيون. لماذا قررت لحاظ الغزالي أن تمشي ربما عكس السير؟ في الحقيقة يعني الحقيقة اللي إذا أريد أقول لك إياها 100%، أنا ما كنت أريد أسوي أطفال بالبداية، كنت أريد أسوي طب عيون، بس صارت الظروف هالشكل سويت طب أطفال، وأي يعني حبيتها كلش. بعدين ليش اتجهت للأمراض الوراثية؟ لأنه كان بالعراق خصوصاً، أنا كنت أشتغل في مدينة الطب اللي هي المستشفى الرئيسي اللي يحولونه من كل العراق الأطفال، فكانت تجينا هواية مشاكل وحالات يعني صعبة جداً وبيها تشوهات أو أشياء أخرى، وكنت أشوف يعني الأطباء نعالج بس الأشياء الظاهرة وما نتوصل إلى الأسباب
لحدوث هاي الأمراض. فهذا اللي وبعدين لما الأهل يسألون وليش هذا صار علينا وليش اللي صار بابني أو بنتي وشنو مستقبله وش راح يصير، ما نقدر نعطيهم أجوبة لأن ما نعرف شنو المشكلة. فهذا اللي دفعني أنه يعني قررت بداخل نفسي أنه من أسافر أتخصص بهذا الموضوع، أوصل إلى صلب المشكلة اللي تواجه هيك عوائل حتى أقدر أساعدهم يعني. فكان التخطيط أنه نأخذ الخبرة ونرجع طبعا للعراق. إذا استثنينا الصحة والدراسة، هنالك ثلاثة عناصر قد تحدد مجتمعا شخصية أو مستقبل الإنسان، وهي الذكاء، الجهد أو الاجتهاد، والحظ. ماذا عن الجينات؟ لا طبعا الجينات مهمة يعني الجينات هي تكون الشخص، بس طبعا المحيط اللي يعيش به كلش مهم كذلك، لأن في ناس مثلا عندهم الجينز للذكاء بس إذا عاشوا بمحيط ما ينمي هذا الذكاء ما راح يوصلون إلى يعني الطريق اللي يردوا. بس كذلك أنا برأيي يعني الذكاء واحدة ما يكفي، المثابرة هي أهم شيء بالنسبة لي. فهو الذكاء واحدة، أنا أعرفه هو الناس كلش أذكياء عباقرة بس ما قدروا يسوون شيء لأن ما عندهم المثابرة والصبر ويعني النهوض من الفشل، أنه واحد لمن يفشل ينهض مرة أخرى ويقول أوكي I can do it again. ما في حظ كمان، والحظ طبعا الحظ إلى 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 هواية عنصر أساسي، عنصر أساسي بس إذن الذكاء الجهد والمثابرة والحظ عناصر مجتمعة تحدد مستقبل الإنسان. أنا لن أسألك عن ذكائك كي لا نخدش طبعا تواضعك منذ صغرها، وهي تبحث عن السبب وتغوص في النتيجة، فكانت الطفلة الباحثة وأصبحت الطبيبة الباحثة، وتتابع في طوق مستمر إلى اقتحام المدى bottom of things. تقرير. ولدت في العمارة في العراق الجميل من والد في السلك العسكري ووالدة في السلك التربوي، فجمعت من الأب إبراهيم الالتزام الكبير ومن الأم زهراء شغف المعرفة الهائل. تعلمت في ثانوية اليرموك في بغداد، ويوم قررت دخول مجال الطب اختارت منه اختصاص طب الأطفال، ونالت فيه شهادة بكالوريوس من جامعة بغداد عام 1973. وفي العام 1976 قررت أن تغادر العراق إلى لندن في وداع طال وطال وطال. تدربت في علم الجينات في جامعتي أدنبرغ أند ليدز في المملكة المتحدة، وفي العام 1990 قررت أن تبدأ حياتها من جديد في بلد عربي، فاختارت الإمارات المتحدة، وراحت تعمل على بث التوعية حول الأمراض الجينية والوراثية الأكثر شيوعاً، وأسست أول مركز إماراتي لتشخيص الأمراض الوراثية. ساهمت في رسم خرائط 15 مرضاً جينياً أطلق على 2 منها كنيتها الغزالي، وأفردت لها المجلة الطبية الرائدة لانست مكاناً على صفحاتها. أسست أول مكاتب طبية في المنطقة لرصد وعلاج التشوهات الخلقية، استحقت أرفع جائزة تمنح إلى النساء في مجال العلوم لوريال يونسكو فور وومن إن ساينس، وتسلمتها من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه. لم تتعب لحاظ الغزالي يوماً من مواصلة البحث العلمي والتطبيقي في سبيل رسالة آمنت بها، رسالة الطب والإنسان. يقال أن المرأة أكبر قلباً بينما الرجل أكبر عقلاً، لكنك من النساء اللواتي برهن على أن العقل ك
كما القلب لا يقاس بالحجم بل بقدرته على التفاعل مع الآخر، مع الإنسان. فهل الإنسان الكامن والموجود في داخلك هو الذي يحركك أم هو شغف العلم الذي يحرك لحاضر غزالي؟ الشيء اللي يحركني أصور أني يعني نوعي أو شخصيتي أحاول يعني أبحث عن الشيء، يعني عندي هل يعني مثل الديتكتيف، يعني there is a detective inside me، أريد أعرف شنو هذا سبب هذا، هذا ليش صار، هذا تحري تحري. ولهذا أنا أصور هذا العلم الجينيتيك إلى أمني، لأن كله تحري، يعني تريد توصل إلى الأساس المشكلة. فاللي يحركني هو أريد أوصل إلى أساس المشكلة أحلها وأرجع للأهل أنطيهم الأخبار وأساعدهم. فهذا اللي يحركني أكثر مما يحركني العلم الاكتشاف والهذي. يعني طبعا العلم مهم والأبحاث والهاي، بس الشيء اللي يخليني أكثر ساتسفايد هو لما أوصل إلى الشيء وأساعد العائلة. أصور هذا الدافع الأكثر بالنسبة لي. لحاضر غزالي، كبرتم 4 أخوة وأخوات، 3 بنات وصبي واحد، واليوم كل واحد منكم في مكان ما في هذا الكون الفسيح، بعدما كنتم تعيشون يدا واحدة وقلبا واحد في بغداد الجميلة. هل وجع تفتت العائلة والانسلاخ عن الوطن يصبح مع الوقت ذكرى أم تبقى آثاره أو ندوبه حاضرة لا تمحى؟ طبعا موجودة، تعيش معنا كل يوم. يعني مثل ما قلت لك، يعني تشتت العائلة كل واحد بمكان لم يغير أي شيء، ما يغير بالعلاقات بس يغير. ماذا عن العراق؟ أنت غادرت العراق في العام 76 ولم تعودي. 37 عاما مرت، يله من عمر طويل بلا وطن. ألم تتملكك أنت الباحثة والتحرية حشرية ما لزيارة العراق اليوم؟ وماذا يمنع الباحثة الدائمة في الجينات أن تركب الطائرة وتعود وتذهب في رحلة استكشاف الوطن، ومن خلال هذا الاستكشاف تكتشف نفسها؟ والله أنا ما يعجبني أرجع للعراق، لأنه ما أريد أغير الذكرى اللي ببالي عن بغداد اللي عفتها من قبل 37 سنة، وأرجع هسه وأشوفها من أتكلم مع الناس يعني دفرة تختلف، صورة مختلفة. إيه مختلفة، ما يعني ما تقدر تعرفها. لكن العالم كله تغير. تغير بس تغيرت للأسوأ. لم تبقى مدينة في العالم كما كانت منذ 40 عاما، ما عدا المدن الكبرى مثل لندن، باريس، مدريد حافظت طبعا على هندستها، حافظت على منظرها أو على شقها المعماري، ولم تتبدل من حيث البناء، بينما المدن العربية كلها تغيرت. تغيرت طبعا، بس يعني مثل ما أدا أقول لك الصورة اللي في بالي ما أريد أغيرها، وأني أتمنى أرجع وأخلي الخبرة اللي اكتسبتها في العراق. يعني هذا حلم بالنسبة لي للمستقبل، إذا بقى من العمر ما يساعد أنه واحد يرجع ويساعد البلد. بس الأمان كذلك يعني يخوفني من السيفتي. ولا تنسى إحنا من طلعنا من العراق طلعنا مثل ما يقولون مهزومين، انهزمنا يعني فرينا من العراق، فبقينا من بقينا في إنجلترا بقينا بدون باسبورت، من تخلص الباسبورت في سنوات عديدة وراها يعني حصلنا الجواز الإنجليزي، بعدين ما قدرنا نرجع فترة من كان الحكم قبل يعني، بعدين صار الخراب وهكذا. الوالدة أستاذة رائعة، والوالد كان قاضي كبير في المؤسسة العسكرية،
وعجنتي طبعا من جينات الاثنين، لكن سمة الخجل طبعتك، وهذا ما نلحظه المشاهدين وأنا الليلة، نلحظ في ملاحظات الخجل. كنت جدا خجولة وما زلت. هل ورثت هذه السمة عن أحد؟ سمة الخجل يعني من المشاكل اللي أواجهها طول حياتي. طبعا الحين هواية أحسن من قبل. مع العلم والدتي كانت كلش غير شكل، يعني سوشيال اجتماعية جدا، اجتماعية تتفاعل بسهولة بس أنا ماخذة من بيت الغزالي، من الوالد. هل سعيتي إلى ترويض هذه السمة فيكي؟ أنا من كنت صغيرة يعني كانت والدتي دائما تدفعني بالأشارك بالتمثيليات وعلى المسرح وهذه، وبعدين طبعا ويا الوقت يعني واحد لازم يتغير، مثلا نقدم محاضرات وانترناشنال كونفرنسز وأشياء، بس طبعا يعني هو الشخص يعني مثل ما يقولون ما يقدر يغير الجينز مالته، يعني يبقى جزء. كم أثر هذا الخجل على بعض قراراتك أو حد من بعض خطواتك؟ يعني دائما أبتعد عن الأضواء وما أحاول، يعني دائما أحاول أبتعد مثل ما قلت يعني. الليلة ننفرد في هذا اللقاء الحصري، وهذه أول إطلالة إعلامية لك في العالم العربي، وطبعا أنا أعتز بهذا السبق الصحفي أن قدرنا اقتنصنا الفرصة وتصيدناك في هذه المقابلة. وأقول حال أنا أشعر يعني منذ أن بدأت هذه المقابلة بنوع من الحرارة، يعني بدأنا مقابلة نوعا ما باردة جامدة، لكنك بدأت تضخين بعض الطاقة فيها. هي هلأ يعني في هذه اللحظة أعتقد بدأت تبلغ ذروتها، وأتمنى طبعا أن نتابع هذا الحوار وأن نجد أكثر حرارة فيه كي نصل إلى مبتغانا، وهو استنباط الحقيقة والدخول إلى عالمك المختلف. وما دمنا نتحدث عن الخجل وعن الثقة بالنفس، هنالك سؤال يتبادر إلى أذهان الجميع: هل هنالك جين في الإنسان يحدد طبيعته الاجتماعية فيكون مرحا واثقا من نفسه، ديناميا، كئيبا، مبتسما، متشائما، مملا؟ وهل يمكن أن يغلب التطبع الطبع فتتغير مع تعاقب الأجيال الجينات؟ طبعا الجينات هي اللي تكون الشخص، فإذا الشخص وارث جين يؤدي إلى الخجل أو إلى الكآبة أو إلى أي شيء طبعا راح يبين عليه. واحد يقدر يتغلب عليه بمحاولة تعويد نفسه على، يعني مثلا إذا عنده كآبة يحاول يعالجها ويحاول يختلط ويا الناس، بس دائما الجينات هي اللي يعني تحدد شخصية الإنسان. لكن مهما حاول الإنسان في أشياء تقدر تتغلب عليها وفي أشياء ما تقدر، يعني مثلا الخجل هو مو بس جينات، كذلك المحيط، يعني المحيط الشخصي، العوامل الاجتماعية. فإذا واحد حاول من الصغر أنه يكافح هذا الشيء المفروض يتغلب عليه، بس تبقى طبعا الجينات تتحكم فينا ليس العكس، لا نستطيع أن نتحكم بجيناتنا، لا نستطيع أن نتحكم بجيناتنا. وإذا حاولنا التغيير أو التعديل في شخصيتنا في طباعنا، يكون هذا تغيير تغيير اصطناعي، يعني يلحظه الآخر، يلاحظ أن ما الصورة التي نطمح إلى تسويقها، إلى ترويجها أو إلى عكسها هي صورة مختلفة، وهناك نوع من التصنع فيها لا تشبهنا. أحيانا نقدم على خطوات بدون تخطيط، وهذه الخطوات تحدد مسارنا. لماذا اخترت الطب؟
والله في الحقيقة، وإذا تريد مثل ما يقولون الحقيقة بكاملها، إحنا كلتنا في يعني عائل، أنا وخواتي وأخويا كلتنا كنا أي ستودنتس يعني شطار. فبالعراق ذاك الوقت إذا أنت شاطر تدخل أما طب أو هندسة. فما أتصور أني دخلت الطب لأن عندي ولع بالطب أو شيء من هذا القبيل، بس دخلت لأنه كنت شاطرة، واثنين من أخويا وأختي كذلك أطباء. بس يعني من دخلته يعني I like it. يعني إذا تسألني هل هو هذا الكارير الملائم إليك، أقول لك نعم. هو يعني تقولين هذا اليوم عن مسافي، لكن حينها كانت صدفة، صدفة جميلة. صدفة يعني يا صدفة. درست الطب في جامعة بغداد كما قلنا في البداية وكما تبعنا في التقرير، وتبعت تدريبك في علم الجينات في جامعتي أدنبرا وليدز في لندن. ثمت سؤال يتبادر في ذهن الكثيرين، هل يحتاج من يخوض هذا المجال، مجال البحث الجيني، إلى عناصر تكوينية خاصة، كأن يكون صبورا وموهوبا وصاحب إرادة صلبة مثلا؟ طبعا، لأنه علم الجينات علم معقد ويحتاج له ويأخذ وقت طويل عندما تحصل نتائج، إذا تسوي بحث فرضا، فيحتاج له صبر ومثابرة وطبعا ذكاء لأنه معقد. وضعت في برنامجك يوم انتقلت مع العائلة إلى الإمارات العربية المتحدة المكوث 4 سنوات فقط، كان هذا في العام 1990، ونحن اليوم في العام 2013، الأعوام الأربعة تحولت إلى 23 عاما. هل نستطيع القول أنك شطبتي من مفكرتك نهائيا فكرة المكوث المؤقت في الإمارات؟ وهل وجدت في بلاد زايد ما كنت تطمحين إليه؟ أنا طبعا من إجيت للإمارات ما كان أكو أي جينيتيك ولا أي شخص ينطي يعني سيرفيس بالجينيتيك. فمن بديتها اكتشفت أنه هذا المكان يعني مليان أمراض وراثية وتحتاج إلى دراسات وكنت يعني أحس متونسة بالشغل. يعني الشغل يونسني لأنه يوميا أشوف حالات جديدة وتكتشف اكتشافات. فبقينا على هالأساس أنه الشغل يعني هو بيه أكو هواية أمراض وراثية، لازم نسوي هواية شغل حتى نساعد الفاميليز، وكذلك أنا متونسة بالشغل. فبقينا والسنين تمشي، واحد ما يحس أنه مشت هالقد أعوام. إذن في الإمارات العربية المتحدة جمعتي بين متعة العمل وبين رسالة الطب ونبل هذه الرسالة، وجئت لتسدين حاجة معينة في هذه البلاد. في الإمارات نسبة التشوهات هائلة جدا، وهذا طبعا بسبب زواج الأقارب، وهذا كما قلت دفعك إلى التأسيس هناك. لكن ماذا عن العراق الذي يحتاج هو أيضا إلى خبراتك، لاسيما بعد التشوهات الخلقية الهائلة التي ظهرت نتيجة الحروب واستخدام القنابل الكيميائية؟ طبعا يعني مثل ما قلت قبل، يعني أمنيتي أنه أرجع في يوم من الأيام إلى العراق وأستعمل الخبرة اللي عندي يعني مساعدة الناس الموجودين هناك واكتشاف الأمراض الموجودة هناك، لأن لحد الآن ما في أحد عنده هالاختصاص في العراق. نسمع عن التشوهات الخلقية تطارد أطفال العراق حتى 70 سنة إلى الأمام، هل لديك تصور عن طبيعة الأبحاث الجينية بعد 70 عاما؟ بعد 70 عام يجوز كل الجينات المسببة للأمراض تكون معروفة
ويجوز نعرف الحلول إلى يعني العلاج، علاج هذه الأمراض اللي هسه غير موجود. It will be a different world. عالم مختلف بيكون. هل سرعة إنجاز الأبحاث وتحقيق نتائج منها توازي سرعة توالي النكبات؟ بالوقت الحاضر اللي أشوفه أنه توالي النكبات سريع لإيجاد عامل وراثي أو جين أو هذه أخذ وقت طويل، بينما إحنا بالبلدان العربية النكبات مالتنا واحدة وراء الأخرى بسرعة. قبل 1000 عام سجل تاريخ العراق ولادة أول امرأة قيادية، الملكة سميرميس، كرت السبحة، وها هو التاريخ يسجل اليوم بصمات أنثى ذهبية في عالم علم الجينات. استراحة ونعود. بعد هذا الفاصل نعود إلى حديث آخر مع ضيفتنا الدكتورة لحاظ الغزالي. نذكركم أصدقائي المشاهدين بأننا نستقبل آراءكم عبر موقعي التواصل الاجتماعي التويتر والفيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني حسب العناوين الموجودة أمامكم. لحاظ الغزالي، سلمك الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أرفع جائزة تمنح إلى النساء في علم العلوم، جائزة لوريال يونسكو فور وومن إن ساينسز. ماذا حركت فيك هذه اللفتة؟ هذه الجائزة هي يعني تعطى إلى 5 نساء اعتياديا بكل سنة، كل واحدة، كل امرأة من قارة مختلفة. فطبعا هذه تكون تعتبر بالعالم مثل ما قلت من الجوائز القيمة للنساء، يعتبروها يعني مثل موازاة لجائزة النوبل برايز بس للومن. فطبعا بالنسبة لي هذا كان اعتراف من المجتمع الانترناشنال بالشغل اللي أنا دا أسوي. فكان يعني بالنسبة لي يعني فتشي كلش كبير أنه توصلت له، لأنه ما كانت الطريق لوصوله ما كان سهل يعني طبعاً بصعوبات وعثرات وهواي أشياء. فبالأخير لما تحصل هذا الشيء التقدير راح يعوض عن كل هذه الصعوبات وتتويج لكل هذه المسيرة، لكل شيء لكل شيء. وطبعاً تفتح لك أبواب أخرى يعني تتقدم أكثر بالنسبة للبحوث، تقدر تحصل مثلاً جرانتس تسوي أبحاث أكثر. فكانت فتشي كلش زين. أذكر من قالوا لي أنه ربحتها كان رمضان وكنا نايمين الظهر ودق التليفون، ولما شلته قالوا لي لوريال بروفيسور بوبل يتكلم معك. يعني كانت فتشي كلش ذكرى كلش حلوة. طبعاً بروفيسور بوبل يعني هو واحد من النوبل برايز وينر بالتسعينات، واثنين امرأتين ربحوا معايا ربحوا بعدين النوبل برايز. إن شاء الله المستقبل يحمل إليك جائزة النوبل في مجال الأبحاث الطبية. طبعاً أنت تستحقين كل التقدير والثناء، لكن أنت امرأة عربية، هل العالم العربي انحنى أمام عملك، أمام إنجازاتك، وهل تم تقديرك ومنحك جائزة من دولة عربية معينة؟ طبعا التقدير بالدول العربية راح يكون نعم أو لا. نعم حصلت جائزة حمدان بن راشد المكتوم
للعلوم همينة. بس أنا برأيي، يعني إذا تسألني رأيي، التقدير في البلدان العربية للناس اللي يشتغلون ويسوون شغل زين هواية أقل من التقدير اللي تحصله من الدول الغربية. طبعاً، لأنه الاهتمامات بتكون عادة منصبة في مجالات تجارية أكثر، الغناء والسينما، لكن مثل ما قلتي العلوم والمجالات الراقية دائماً هي في المؤخرة، يعني يتكلمون عنها قليلاً ما، والإعلام يركز عليها أيضاً بشكل متفاوت وطبعاً بشكل ضئيل جداً. أنت غالباً الأولى في الجوائز، في النتائج، في السعي الحثيث لتحقيق الأهداف وفي تأسيس كل ما قد يخدم الرسالة التي تحملينها، بدليل أنك أسستي في الإمارات نظاماً لتسجيل حالات التشوهات عند حديثي الولادة، اعتبر الأول من نوعه عربياً. أسس أيضا أول مركز إماراتي لتشخيص الأمراض الوراثية. أسست أيضا مركز علم الجينات يحتوي على مختبرات ولائحة تستمر طويلة. هل كونك في الطليعة وهل سعيك إلى أن تكوني الأولى موجود في جيناتك؟ أتصور إيه موجود في جيناتي، لأنني طبعي أنه دائما يعني اريد اكون الاولى او من الاوائل في اي شيء اسويه، فاني يعني مثل ما يقولون كومبيتيتيف، تنافسيه، وهي مثل ما قلت يعني صفه زينه ومو زينه، لان زينه لان تحفز الواحد انه يسوي احسن ما يقدر، بس مو زينه انه لان ما تقدر تكون انت الاحسن في كل شيء، فيعاني الشخص اللي هالشكل يكون يعاني، بس هي جزء من تكوين الشخص. وأنا أعدد وأقرأ أسماء المراكز التي أسستيها في الإمارات، كنت أنظر إليك وأنت كنت تنظرين إلي بكل خفر، تنظرين إلى الطاولة إلى الأسفل، وهذا ما يدل على تواضعك المفرط، إضافة طبعا إلى الخجل الذي كما قلنا في البداية هو سمة من سماتك، ولا شيء يستطيع طالما أنت على قيد الحياة أن يخفت صوت الخجل هذا. لحاظ الغزالي، الكاميرا التقت بالدكتور غازي تدمري، عميد كلية الصحة العامة في جامعة الجنان صيدا لبنان، وعادت بهذه الشهادة منه عنك أنت، لنستمع إليه. معرفتي المباشرة بالدكتورة لحاث تمتد إلى أكثر من 8 سنوات من خلال عضويتها في المركز العربي للدراسات الجينية الذي كنت أعمل به، وهو تابع لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دبي. هي إنسانة متواضعة جدا، وهذا ما أدى بها إلى تسخير وتكريس نفسها للعلم. رأيتها تحب يعني تدقق في التفاصيل، وهذا نابع أيضا من مهنتها كطبيبة وراثة إكلينيكية. كذلك هناك إصرار شخصي لدى الدكتورة لحاظ على أن تقوم بكل نجاحاتها من خلال عملها في الوطن العربي وليس خارج الوطن العربي، ونرى ذلك بشكل واضح من خلال معظم أبحاثها واكتشافاتها التي تمت من دول عربية وفي مرضى عرب في أغلب الأحيان، وكذلك على إصرارها على تجنيد من هم حولها من مساعدين ومساعدات للدراسة في هذا المجال، بل ومساعدتها في الانتقال إلى يعني حقول أبعد مما هي تختص به مثل مثلا علوم الوراثة الجينية الحديثة، ولكن لا يمنع ذلك أيضا تعاونها مع الباحثين في الأقليم في دول الخليج العربي والدول العربية الأخرى، وكذلك شهرتها الواسعة التي أدت بها إلى علاقات وتعاون دولي مع مؤسسات دولية مرموقة جدا. كل ذلك طبيعي أدى إلى ما وصلت إليه دكتورة لحاظ، وبالفعل يعني هي مثال يحتذى به، ونرجو أن يتعمم على العديد من العلماء الآخرين في المنطقة. لحاظ الغزالي، هل لك أن تحددي في معادلة تبسيطية قادرة أن تصل إلى عموم الناس ألف باء حماية الأجنة من التشوهات الخلقية؟
أول شيء لما إذا واحد يريد يتزوج قرايبة لازم يعني يروح للاستشارة الوراثية، حتى خصوصا إذا في العائلة أي شيء، أي مرض من نوع تشوهات تأخر عقلي أو أي شيء من هالأمراض، يأخذ الاستشارة الوراثية. من الاستشارة الوراثية رح نعرف إذا في احتمال أنه يجي طفل عنده تشوهات. إذا في احتمال في يجي طفل عنده تشوهات نقدر نساعد العائلة، نأخذ عينة من الجنين ونشوف إذا الجنين مصاب أو غير مصاب، وإذا مصاب يعني يقدرون إذا مسموح يسقطون الجنين. كذلك في طريقة الإخصاب الاصطناعي والتقاء الجينات السليمة وترجيعها إلى الرحم، فبهذه الطريقة نقدر نتخلص من التشوهات الوراثية. الشيء الآخر لازم الأم قبل ما تصير حامل تأخذ الفوليك أسيد، مو لما تصير حامل، قبل ما تصير حامل، لأنه نقصان الفوليك أسيد يؤدي إلى فتحة العمود الفقري واللي يسموها سباينا بيفيدا، لأن هواية من الناس يتصورون أنه من تصير حامل تأخذ الفوليك أسيد. لازم يأخذون الفوليك أسيد لما يقررون أنه يصيرون حامل. بعدين الغذاء الصحي كلش مهم بالحق، يعني قبل الحمل وخلال الحمل لازم ما يأخذون أدوية، يعني يكونون حذرين بأخذ أي دواء خلال الحمل. لازم يتأكدون أنه هذا الدواء يأثر على الجنين أو ما يأثر على الجنين، ويمنعون نفسهم من الالتهابات أو الرشح والأشياء هذه، مو الرشح العادي بس، يعني إذا صار عندهم مثلا بالجلد الحصبة الألمانية أو الأشياء لازم يبتعدون، ما يكونون in contact with ناس عندهم هاي الأمراض. إذا الغذاء وأخذ الفوليك أسيد من البداية والاستشارة الوراثية إذا دا يتزوجون قرايبهم. نجحت في اكتشاف أمراض وراثية جديدة في المنطقة، وساهمت في رسم خرائط 7 أمراض جينية أطلق على 2 منها اسمك الغزالي. هل الأمراض الجينية الوراثية في عالمنا العربي تختلف عن الأمراض الجينية في الغرب؟ تختلف اختلاف تام، لأنه في الغرب الأنواع الأمراض الوراثية هي الطفرات الوراثية اللي لها علاقة بعمر الأم، بعمر الأب، العوامل الوراثية المتغلبة تكون أكثر منتشرة، بينما بالبلدان العربية الأمراض الوراثية لأسبابها العوامل الوراثية المتنحية اللي تكون أنه الأب عنده خطأ وراثي والأم عندها خطأ وراثي يجتمع عند الطفل، وهذه تزيد بالزواج الأقارب. فواحد من الأسباب اللي خلتني أبقى في الإمارات هي وجود الكثير من الأمراض الوراثية الجديدة، يعني ما مكتشفة قبل، وإحنا البلد العربي مليان هيك أمراض ما مكتوب عليها يعني بالكتب أو بالليترتشر، فهاي يعني يحتاج لها دراسة طويلة لاكتشاف شنو هذا المرض، شنو سببه، شنو العامل الوراثي، شنو العلاج وهكذا. هل ما قد نجده من أمراض وراثية في العراق يختلف عما قد نجده في الإمارات مثلا؟ أنا ما أعرف الأمراض الوراثية الموجودة الوقت الحاضر بالعراق، لأنه في تلوث في البيئة من القنابل اللي انضربت عليها كيميائية. فاللي أسمعه في تشوهات غريبة موجودة هناك، بالإضافة إلى إحنا بالعراق كذلك عندنا زواج الأقارب، فأتوقع هواية من الأمراض يجوز الشابه الأمراض بالإمارات، بس أكو طبعا الأمراض اللي تنتج عن الطفرات الوراثية اللي هي سببها المواد الكيميائية اللي هسه موجودة بالتربة وكل شيء. أي شعور يعتريكي عندما يقف أمامك طفل يعاني من تشوه خلقي؟ الطفل يعني أكثر شيء هم الأهل اللي يعانون أكثر من الطفل. يعني ماذا عنك أنت؟ أتصور بالنسبة إلي الحافز يعطيني حافز أكثر أنه
أعرف شنو هذا حتى أقدر أساعده أكثر مما يعني تعرف من واحد يشوف هواية تشوهات وهواية أمراض يصير عنده يعني نوع من يعني تتعلم عليها بس يعني ما تتفاجئ بيها مثل الأطباء اللي ما يشتغلون بهذا. هل ترمين بعض الذنب على نفسك وعلى الباحثين الآخرين الذين لم يتوصلوا حتى اليوم إلى نتيجة تسمح لهؤلاء الأطفال بالشفاء وتتيح لهم الفرصة أن يعيشوا حياة سليمة؟ يعني ما تقدر تقول أذب اللوم على نفسي أو على العلماء الآخرين لأنه في هواية أبحاث في العالم على كيف نقدر نلقى علاج للأمراض الوراثية وفي هواية تجارب يعني صارت وأشياء فشلت وأتصور هي راح تأخذ وقت طويل إلى أن واحد يعني يلقى حل جذري أو يعني علاج جذري لهذه الأمراض لأنه أنت لازم تتلاعب بالجين نفسه فهذه لما تتلاعب بالجين تطلع مشاكل أخرى مثل الكانسر والأشياء الأخرى فطول بعد وقت إلى أن نلقى العلاج لهذه الأمراض بس ما أتصور أقدر أقول ألوم نفسي أو ألوم الغير لأنه في ريسيرش هواية على الأشياء على العلاج خصوصا. في أبحاثكم الجينية علاقة وثيقة بالأخلاق وأي تفلت منها قد يتسبب بكوارث في الهندسة الوراثية للإنسان. هل أنت مطمئنة إلى الضوابط الأخلاقية التي يضعها الباحثون على أنفسهم وهم يخوضون الاختبارات البحثية؟ صور يعني في أي مكان قبل ما تسوي ريسيرش في لازم تأخذ موافقة من الأثيكس الكوميتي أثيكس اللي هي الأخلاقية ف يعني أنا مطمئنة أنه بأي مكان بالعالم أو إحنا عندنا بالإمارات ما نقدر نسوي شيء ضد الأخلاقيات مال المهنة فما أتصور يجوز في العالم مكانات يسوون ضد الأخلاقيات بس بصورة عامة نتبع الأشياء اللي لازم نتبعها حتى ما نطلع عن هذا النطاق يعني. في الكثير من الأحيان يتم استخدام الخلايا الجذعية من الأجنة في شكل خاطئ في بلدان اللي عندهم الأثيكس يعني ما بعد ما واصلين هالمرحلة مال متقدمة يعني من الأثيك بس بالبلدان الغربية وبالبلدان بالإمارات ما صعبة واحد يسوي شيء غير أخلاقي. إذا حلمنا أن عالمنا سيكون خاليا في يوم من الأيام من التشوهات الخلقية نكون نروبس أو نحلم، هل تكون أقدامنا على أرض الواقع؟ هل نكون واقعيين؟ واقعيين possible لكنه لأنه اللي هي تصير طفرات وراثية ما تقدر أنت يعني حتى لو يعني قدرنا نسيطر على زواج الأقارب والأشياء الأخرى أكو طفرات وراثية تصير واللي هي مو بإيدنا يعني من أشياء بالمحيط فما نقدر نقول راح نخلص العالم كله من كل الأمراض الوراثية هذا غير ممكن. الدكتورة لحاظ الغزالي استراحة ونعود ابقوا معنا. بعد هذه الوقفة عودة إلى حديث آخر مع ضيفتنا الدكتورة لحاظ الغزالي. أصدقائي المشاهدين نستقبل ملاحظاتكم عبر موقعنا الإلكتروني وعبر موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر حسب العناوين المدونة أمامكم على أسفل هذه الشاشة. تزوجت باكرا وأنجبت وهي تدرس وأصبحت تيتا وما زالت أحلامها لمس السماء. تقرير.
ارتبط اسمها باسم الطبيب وسام الشدر زوجاً وزوجة، وأنجبا 3 أولاد، فتتان وفتى، ريم وزينب وبدر. اختبرت مشاعر الجدة مع حفيدين زين وجاد، هي مشاعر لا توصف. العمل غرامها، والوقت في العمل يمر كثوان، وفي الوقت المتبقي تمشي مع شريك عمرها وسام في صحاري الإمارات المتموجة الألوان من الترابي إلى البرتقالي. تجذبها الألحان الجميلة فتصغي بعناية، مستمدة منها بعض الاسترخاء. بنت في مراحل عمرها كثيراً من الصداقات، غير أن خبراتها علمتها أن الصداقة قد تأتي وتذهب وتبقى الأسرة الأساس. وجوابها هنا أيضاً حاسم، عائلتي my best friend. لحاض الغزالي الباحثة في العلوم استنتجت في الحياة، فاستحقت في المهنة وفي الحياة شهادات نجاح. عائلتك هي your best friend، أصدقائك المفضلون هم الزوج والأولاد. لماذا؟ هل تعنطي في الظهر؟ طبعاً في خيبات أمل، وكذلك أنا أتصور بما أنه إحنا عشنا في الغربة فترة طويلة وعشنا عدة مكانات وانتقلنا خصوصاً من كنا في إنجلترا، وبعدين جينا للإمارات، الناس يجون يروحون، ماكو يعني ناس يبقون فترة طويلة. فالصداقات أنا برأيي الصداقة اللي تسويها من أنت صغير هي اللي صداقة اللي تستمر معك من كطفل يعني تكبر معك. الصداقة اللي تسويها بعدين تجي وتروح مع الوقت. أنا أتونس مع أولادي أكثر، خصوصا لما كبروا ويعني هم أدلت، نسوي أشياء together. بعدين أنا نوعي مثل ما يقولون أحب my own company، يعجبني ليس الوحدة، مو الوحدة بس يعني لا، يعجبني أبقى وقت معين اليوم وحدي مع أفكاري، مستوحدة أكثر من وحيدة. كما تابعنا في التقرير في الرصيد الزوجي 3 أولاد وحفيدان. لن أسألك عن الأولاد، سوف أسألك عن الحفيدين. ماذا فعل بك زين وجاد؟ والله يعني أنا سامعة يقولون الأحفاد هم تحبيهم أكثر من الأولاد، يعني الناس يقولون هالشيء. ما عز الولد إلا ولد الولد. ولد. فالأحفاد يعني من إجا زين أول حفيد يعني فشي عظيم بالنسبة لنا، فتفرحة كبيرة كانت يعني it's a special feeling. شعور خاص. يوم زفت لك ابنتك ريم نبأ حملها وفي ظل الحالات التي تغوصين فيها من خلال أبحاثك، هل قلقتي؟ طبعا يعني كون الواحد طبيب بأي حال من الأحوال حتى إذا مو بهالفرع يعني تقلق على أشياء بسيطة، لأنه تفكر بالأشياء اللي ممكن أنها تصير. يعني في لحظة واحدة هل لمعت في عينيك وجوه الأطفال الذين يولدون يومياً بعيوب وتشوهات؟ يعني طبعاً يجون بالبال، ولهذا الواحد يخلي يعني يصير عنده مثل نوع من الخوف بالنسبة لأولاده. أتصور يعني كواحد لمن يشتغل بالطب يعني لازم يفصل حياته العملية والشخصية، يعني ما تقدر تجيب حياتك العملية وتخليها بحياتك الشخصية، بس يبقى عندك هذا الخوف أنه أخاف يصير عندك هذا الشيء، بس ما تقارن أولاد الناس مع أولاد صعبة. تزوجتي وأنت في عمر 22 من زميلك في الجامعة الدكتور وسام الشذر الذي اختار اختصاص جراحة الأعصاب.
اثنان من الأولاد زينب وبدر اختارا الطب مثلكما، بينما ريم اختارت المحاماة. قلت في بداية هذه الحلقة أنك حاولت التوفيق بين الحياة الأسرية أو العائلية وبين المهنة وشغف المهنة. هل التوصل إلى هذا التوازن والمعادلة كان مهمة بسيطة سهلة عليك؟ لا، ما كان سهل أبدا. صعب، يعني قلت لك كلش صعب واحد يوازن بين العمل والعائلة، خصوصا يعني بالزمانات بالثمانينات والتسعينات ما كان يعني هاي إذا واحد عنده أولاد ما عنده you have to do the work، ما كان مثل هسه شوية أحسن الأمور. فيعني هواية عانينا من هالشي، خصوصا إحنا اثنيناتنا أطباء واثنيناتنا ناخذ كولات كنا. فلهذا أنا أشوف أولادي، بنتي ريم ثاني بنت 7 سنين فرق بيناتهم، يعني فرق كبير، لأنه أول بنت بعدين دراسة وشغل هاي بعدين الأولاد الباقين. وهواية من زميلاتي بالطب أما ما سووا أطفال أو سووا طفل واحد، لأنه كلش صعبة ويا الطب أنه واحد يوازن العائلة. فبس مشيناها. ظهر في دراسة قام بها باحثون من أستراليا ونيوزيلندا أن المرأة تتفوق على الرجل في مجال البحث العلمي من جهة نوعية البحث، أما هو فيتفوق عليها من جهة عدد الدراسات البحثية، مما يعني أن المرأة الباحثة تهتم بالنوع على حساب الكم، أما الرجل الباحث فيهتم بالكم على حساب النوع. كيف تعلقين؟ يعني المرأة دائما يعني تكون تخوض بالديتيلز مع الأشياء، بالتفاصيل، تفاصيل الأشياء، تكون دقيقة أكثر وصبورة أكثر، وعدها يعني ما تصير بالعجل تزعل يعني إذا ما صارت، تحاول مرة أخرى. الرجل أحس كل شيء يريده بالعجل، يريد يوصل للقمة بالعجل بدون تأني وتعب. لحاظ الغزالي، هل هنالك من عرقل مسارك؟ عرقل هواية. هل هنالك من حاول وضع لك العصي في الدواليب؟ في يعني أي شخص بده ينجح أو يبرز هواية من الناس يحاولون يعني تهميشه، فطبعا واجهت هواية هواية من هالأشياء في الإمارات وفي إنجلترا. بالتالي هل هنالك من يعمل حقا على تهميش المرأة في مجال البحوث العلمية؟ تهميش المرأة أو الشخص البارز الناجح بغض النظر عن جنسه؟ بغض النظر، يجوز المرأة أكثر، لأنه في ناس رجال خصوصا يستخفون بالمرأة لحد الآن في عالمنا العربي. في عالمنا العربي. أنت طباخة ماهرة خصوصا لأنواع المأكولات العراقية، هل تنشدين في المطبخ العراقي لإبقاء على صلة التواصل مع جذورك؟ طبعا إحنا نشأنا ويا الطبخ العراقي وظلينا نطبخ طبخ عراقي في إنجلترا، وأولادي كلهم هسه يعني ولو عاشوا فترة طويلة في إنجلترا بس بالبيت طبخ عراقي، لأنه يعني هاي مثل ما تقول الصلة، الاسم، اسم الشخص، يعني طباعة، طبخة، لغته، كلها الصلة إلى الوطن يعني العراق. هنالك من يحلو له تسميتك العصفورة المهاجرة، ماذا علمتك الهجرة؟ الهجرة طبعا هي بها فوائد وبها يعني أشياء مزينة. الفوائد أنه تعلمت هواية كولتشرز، يعني ناس مختلفين، حضارات هواية، التقيت ويا ناس كثيرين من كل أنحاء العالم،
تعلمت انه واحد يعتمد على نفسه، ما عنده يعني من كنا بانجلترا ما في عندنا اهل، انت وحدك يعني مسؤول عن العائله، ما في مساعده. فتعلمنا يعني نسوي الاعتماد على النفس، الاعتماد على النفس 100%، ما في احد يساعدنا. فوائد يعني هي مزعجة بس بيها الفوائد بالأخير، تحس الفوائد مالتها أنه أنت معتمد على نفسك وقوي وإكسبوز مثل ما قلت إلى different cultures. بس الشيء الموزين طبعا الهجرة، أنه بعيد أنت عن أهلك ومجتمعك وعالمك ومشتت، والعلاقات العائلية تشتت لأن كل واحد بمكان. فهاي الديسادفانتجز من سيئات الهجرة. من سيئات الهجرة. أنا بوصل هون لسؤالي الأخير، ما سر تعمير النساء أكثر من الرجال؟ تعمير شوف، هو هل هو جين في الأنثى غير موجود عند الرجل؟ الرجل هو الولد يعني بصورة عامة يعني من يولد هو الشانسز مالته انه يعيش اقل من يعني يتمرض اكثر. لماذا؟ لانه انا اتصور المرأة عندها الاكس كروموسوم اللي هي 2X كروموسوم، وعليها العوامل الوراثية، يعني هواي عوامل وراثية، بينما الشخص الولد عنده اكس واحد اكس واي. والواي ما له أي قيمة؟ الواي ما هلقد إلها. الواي في جين تحديد الجنس يعني الولد، بس ما في بعد هواية أشياء مهمة، بينما الأكس بهواية عوامل وراثية مهمة من جملتها الذكاء يعني هواية من التخلف العقلي، الأخطاء الوراثية تكون على الأكس كروموسوم. فالرجل يعني من هو يولد يعني الأنثى عندها أدفانتج عليه، بعدين من تكبر الرجل معرض للإصابات القلب والأشياء هاي الأخرى أكثر من المرأة. شكرا. لحظ الغزالي، أنا سعدت بهذا اللقاء المختلف، سوف أطلب منك أن توقعي هذا الحوار على طريقتك. الليلة أعدناك إلى أهلك في العراق وفي الخارج، إلى الإخوان والأخوات، إلى الأنسباء أينما كانوا. هناك بعض الأشخاص الذين تابعوا هذه المقابلة اكتشفوك، والبعض الآخر الذين أعادوا اكتشافك، في منه يمكن عرفوك وأنت فتاة صغيرة قبل أن تغادر العراق. الليلة ها هم يتابعونك وهم يقولون في أنفسهم ما زالت لحاظ جميلة. هذه ملاحظتهم. لكل هؤلاء ماذا تقولين؟ كيف تختمين؟ لديك 30 ثانية. أتمنى يعني حلمي الدائم هو أنه أرجع إلى العراق وأخدم العراق، وأستعمل الخبرة اللي أخذتها من العالم كله في العراق، أساعد العوائل وألقى ألاقي كل الناس اللي أعرفهم بالعراق إن شاء الله في يوم من الأيام. إن شاء الله، مع محبة لحاظ ومحبتي، تصبحون على خير وإلى اللقاء.